أنت من أنصار أنها تكهنات ومحاولة التأثير على نادي الهلال، أو أن المسألة احترافية وقد يغادر المدرب بعد النهائي الآسيوي؟ اولا اثاره الموضوع هذا بهذا الوقت اعتقد انه طبيعي لكل من يبحث عن امرين، اما من يبحث عن الاثاره وجذب انتباه الجمهور، او من يبحث عن زعزعه استقرار الهلال اللي يمر على الاقل يعني باستقرار داخلي وخارجي. وانا ارجح طبعا انها اشاعه، لان هذا المشهد تكرر كثير ودائما يتكرر مع اقتراب الهلال من تحقيق بطوله او انجاز او غيره. وهذا الامر يعني يحدث في اكثر من فريق يقترب من الحصول على مبتغاه. الامر الاخر اللي لازم نحسبها صح يعني بالعقل، حتى لو كانت جميع الفرص اللي ذكرتوها قبل شوي، وانا ويعني اشكر اللي عد التقرير كونه بحث عن الاخبار من مصدرها وكان فيه يعني نوع من التقصي وعمل يشكر عليه. لو كانت كل هذه الامور صحيحه، لنفترض انه فعلا منتخب الارجنتين يحتاجه وكذلك النادي الآخر يحتاجه، ما في مدرب في العالم يمتلك 1% من الذكاء سيفرط في نهائي تشامبيونز للقارة أيا كانت هذه القارة. فرصة تاريخية ستذكر في السي في، وحتى وإن كانت هناك نوايا لدياز، خلنا نمشي مع مصدر الإشاعة إلى باب بيتهم على قولتهم. الآن هو قدامه فاينل لا يمكن يضحي فيه، هذا شيء يعطيه كريدت، هو والمساعدين مدرب اللياقه وكل الستاف اللي معه راح يسجل في تاريخهم انهم جابوا الشامبيونز. فهذا الموضوع لا يمكن انه يعني ينظر له بنظره سطحيه من قبل اي مدرب يعني محترف او حتى مبتدئ. لذلك انا ارجح كونها اشاعه، وكلامه كان واضح، يستطيع يعني دياز من المدربين الجريئين ويمكن من الحادين في تصاريحهم حتى قبل لا يجي للمملكه، كان بامكانه انه يصرح بتصريح اخر، يعني كلامه واضح لما قال لك انه بعد الاسيويه لكل حادث حديث، وهذا ابسط حقوق اي مدرب ينشد الاستقرار. اعتقد بعد هذه الاجابه يفترض ان السؤال ياتي بعد الاسيويه، قبل الاسيويه الرجل ممتد عقده. لا بس تدري في بعض الناس مقتنعين تماما ان المدرب اللي قريب من تحقيق البطوله الاسيويه واذا ما حققها يروح لبطوله كاس العالم وعنده ارقام تقريبا 11 شهر واكثر مع الهلال لم يخسر، ممكن انه يترك هذه المميزات كلها ويروح يدرب فريق عند في الترتيب الثالث عشر، مع الاحترام والتقدير لريفر بليت، لكن وضعه صعب، يمكن اي مدرب ما يقبل بهذه المهمه. ثمان مباريات اللي لعبها ريفر بليت فاز في ثلاثه، تعادل في ثلاثه، وخسر في اثنين. إذا كانت إيه بالضبط فاز في ثلاثة، الريكورد شيء مهم، تعادل في ثلاثة وخسر في عالم في عالم الرياضة الريكورد مهم، الرقم مهم، الإنجاز مهم. برجع معليش برجع الآن بس عشان قبل لا تكمل، بس عشان أأكد للناس، هو مو تقريرا بريفر بليت، لكن ما في مدرب يقبل بمثل هذا الوضع، خاصة في بداية موسم 8 جولات ترتيب 13 وأنت عندك سمعة وعندك تاريخ على المحك وممكن أنت تحققها، يعني بعد البطولة الآسيوية إذا خسر الهلال لا قدر الله افتح التكهنات زي ما أنت تبغى. تفضل يا بدر كمل. والرقم مهم في عالم